السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاهدينا في كل مكان، أهلا بكم إلى نشرة أخبار الواحدة. إلى العناوين: ضمن مقاربة شاملة لتحقيق الإقلاع الاقتصادي، نقف اليوم في النشرة عند مشاريع استراتيجية خلاقة للثروة. توسيالي الجزائر بوهران للحديد والصلب، وفيروفيال وسيتال بعنابة المواجهتين لصناعة القاطرات. نتابع أيضا مشاريع التهيئة الحضرية بولاية أدرار، تحسين للواجهة العمرانية وتنويع لفضاءات الراحة لفائدة المواطن. ومن أقصى الجنوب الغربي للبلاد، استكشاف ليومية الرجل الأزرق بتيمياوين بولاية برج باجي مختار بين حل وترحال. أهلا بكم. سجلت الجزائر خلال السنتين الأخيرتين مؤشرات اقتصادية إيجابية جعلت منها شريكا استراتيجيا موثوقا للدول الاقتصادية الكبرى في العالم. فبرؤية استشرافية وقراءة رصينة لتحولات الجيوسياسية العالمية، رسم السيد رئيس الجمهورية استراتيجية واضحة المعالم لمسايرة هذه التحولات على أساس عالم متعدد الأقطاب، بهدف تمكين الجزائر من الولوج والانضمام إلى كبرى التكتلات الاقتصادية في العالم على غرار مجموعة بريكس ومنظمة شنغهاي. وفي هذا المسعى ساهمت الجزائر في بنك بريكس بمبلغ 1.5 مليار دولار. هذا التوجه الجديد الذي رافع من أجله السيد الرئيس في كل خراجاته الإعلامية وزياراته الدولية يعكس عزيمة التحول الاقتصادي الذي تنشده الجزائر. أحمد خير الدين. إذا كان تفاهموا على الأغلبية راه عندنا يتفقوا، قال ما نقبلوا حتى واحد، شغلهم شو نفرض شنو فينا على البريكس. ما هي العمل يقدمه هنا البريكس ولا شنو يقدموه للبريكس؟ بريكس هو قطب جديد راه في جديد راه في النشأة نتاعو، قطب اقتصادي اولا، ممكن ياخذ صبغه سياسيه كذلك. بنك البريكس اليوم امكانيات الماليه اللي موجوده فيه اكثر من امكانيات تاع البنك العالمي. صح. وحنا رانا شرينا اسهم، ننضم ولا ما ننضمش، بنك البريكس راني مشارك في راس المال تاعو. بخطى ثابتة تسعى الجزائر للانضمام إلى مجموعة البريكس التي تعد تكتلا اقتصاديا عالميا بارزا يضم كلا من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا، وبمواردها الطاقوية الكبيرة ومكانتها الجيوسياسية حظيت الجزائر في أكثر من مرة بترحيب الدول الأعضاء في البريكس لتكون ضمن أسرة المجموعة التي تمثل 40% من مساحة العالم. الجزائر تمتلك أهمية استراتيجية كبرى تؤهلها لأن تكون دولة محورية في المنطقة يمكن أن تفيد البريكس وتستفيد من البريكس بحكم موقعها الاستراتيجي، بحكم أهميتها الجغرافية، بحكم أنها بوابة لإفريقيا وبوابة أيضا للصادرات دول البريكس بالنسبة لأوروبا، ومع إمكانية إقامة مصانع لتقليل المسافة واستفادة من الموارد الأولية من الجزائر. الجزائر يمكن أن تستقطب المصانع هذه الدول ويمكن أن تلعب دورا استراتيجيا لتطوير والاقتصادي الداخلي وأيضا تصدير السلع هذه الدول لدول في إفريقيا والدول الأوروبية. وبفضل ما تحوزه الجزائر من مقومات ومقدرات طبيعية وموقع جغرافي، يعد الانضمام إلى مجموعة البريكس هدفا جوهريا للاستفادة من الميزات التجارية المستقبلية وكذا الأنظمة المالية والنقدية العالمية خلال السنوات 50 المقبلة، حيث يرى الكثير من المتابعين أن الاستراتيجية الجزائرية تعتمد على الانضمام إلى كبرى التكتلات العالمية كالبريكس وشنغهاي والحفاظ على علاقاتها مع جميع القوى في العالم. وهذه الإمكانيات المادية والثروات الطبيعية التي تسخر بها البلاد تجعل مجموعة البريكس في حاجة إلى الجزائر، لأنها أولا تضمن لهم بوابة إفريقيا وكذلك حوض البحر الأبيض المتوسط، خاصة بعد استغلال وإنشاء موانئ كبرى على مستوى شمال الجزائر. انضمام الجزائر إلى مجموعة البريكس وبحسب المتابعين من شأنه أن يوطد مكانتها الاقتصادية والسياسية في العالم،
ويعزز دورها الريادي في المنطقة، خاصة في ظل التشتت الذي يعيشه العالم والاتجاه نحو تكتلات جيوسياسية وجيواقتصادية عجلت ببزوغ شمس مجموعة البريكس في الأفق. والجزائر تتطلع للانضمام إلى مجموعة البريكس كقوة اقتصادية عالمية جديدة، يأتي ذلك في ظل الديناميكية التي تشهدها بلادنا في كل القطاعات الاقتصادية بفضل حزمة الإصلاحات التي بادر بها السيد رئيس الجمهورية لبناء اقتصاد وطني حقيقي بعيدا عن ريع المحروقات. هذه السياسة ترجمت في مؤشرات اقتصادية إيجابية. خليدة حج لالي. الحركية الاقتصادية التي تشهدها الجزائر ترجمت في مؤشرات اقتصادية إيجابية وأرقام حقيقية لم تشهدها الجزائر من قبل، حيث اقترب معدل النمو من 5%، فيما ارتفع الدخل الفردي إلى 4800 دولار، وقدر الناتج الداخلي الخام ب 255 مليار دولار. كل هذا مع الأريحية التي تسجلها الجزائر في ظل انعدام المديونية الخارجية. وتأتي هذه المؤشرات في سياق الإجراءات التي اتخذتها الدولة لإنعاش الاقتصاد الوطني والتحفيزات التي يقدمها قانون الاستثمار الجديد للمستثمرين والمتعاملين الاقتصاديين، الذي سمح باعتماد مشاريع تتعدى قيمتها 7.2 ملايير دولار، ما سيمكن من خلق أزيد من 50,000 منصب شغل. ديناميكية تزامنت وإعادة القطاعات الحساسة إلى سكة الإنعاش الاقتصادي من خلال بحث التنمية وتشجيع الصادرات في القطاعات البديلة لقطاع المحروقات، لتسجل الصادرات خارج المحروقات أرقاما قياسية بلغت 7 ملايير دولار، فيما تصبو الجزائر إلى بلوغ 13 مليار دولار لأول مرة آفاق 2024. هذا وتتجه الجزائر في استراتيجية جديدة لغزو الأسواق الإفريقية واستغلال كل الفرص المتاحة للشراكة والاستثمار في عمقها الإفريقي، بالإضافة إلى إقامة شراكات استراتيجية مع الدول الاقتصادية الكبرى على غرار الصين التي تخطط لإقامة استثمارات في الجزائر بقيمة 36 مليار دولار. وضمن هذا المسعى تتواصل بمدينة جوهانسبورغ بجنوب أفريقيا الدورة 15 لقمة البريكس بمشاركة وزير المالية العزيز فايد ممثلا لرئيس الجمهورية، حيث تولي الجزائر أهمية كبيرة من أجل إصلاح الحوكمة العالمية وإيجاد الحلول للأزمات المتعددة الأبعاد، لا سيما من خلال تعزيز التعاون الدولي وتحقيق التنمية الاقتصادية للبلاد وفي القارة الإفريقية. اجتماع منظمة البريكس الذي يأتي تحت شعار شراكة من أجل نمو متسارع وتنمية مستدامة وتعددية شاملة، يشكل محطة هامة في مسار توسيع المجموعة ويعطي دفعا جديدا للتحول إلى اقتصاد منصف ومتوازن على الصعيد العالمي. بتكليف من رئيس الجمهورية، يشرع وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف ابتداء من اليوم في زيارة عمل إلى كل من جمهورية نيجيريا الاتحادية، جمهورية البنين وجمهورية غانا لإجراء مشاورات مع نظرائه في هذه البلدان التي تنتمي إلى المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا. وستتمحور هذه المشاورات حول الأزمة في النيجر وسبل التكفل بها عبر الإسهام في بلورة حل سياسي يجنب هذا البلد والمنطقة بأسرها تداعيات التصعيد المحتمل للأوضاع. ضمن الاستراتيجية الهادفة إلى تقوية الاقتصاد الوطني بتنويع الاستثمارات المدرة للثروة، يعمل قطاع الصناعة على تفعيل ذلك ميدانيا. مجمع توسيالي للحديد والصلب بوهران الذي يعد المركب الأكبر في أفريقيا نموذج لاقتصاد جديد ودعامة لتمتين البناء الصناعي الاستراتيجية. نسين حامية.
اقتصاد قوي، شراكات استراتيجية وأرقام جديدة تحقق قفزة نوعية في صادرات البلاد السنوات الأخيرة، تترجم رشادة التوجه الحالي الرامي لتنويع مصادر الدخل، تكثيف الاستثمارات وتقوية القاعدة الصناعية الداخلية، ومنها تعبيد الطرق نحو الأسواق الإفريقية والعالمية. توصيال الجزائر وفي ميدان الحديد والصلب بفضل النظرة الاستشرافية القائمة على تنويع الشراكات الهامة لضمان تموقع إقليمي ودولي قوي، استطاعت أن تحقق عائدات من تسويق منتجات الحديد ذات الجودة الرفيعة والتنافسية، خاصة بعد كسبها لرهان تكثيف خطوطها في التصدير نحو دول عديدة. الرؤية الاستراتيجية لمستقبل الاقتصاد الجزائري التي هندست لمعالمها السياسة الحالية للبلاد وفرت لهذا الاستثمار أرضية خصبة خلاقة للعملة الصعبة وإيرادات معتبرة للاقتصاد الوطني، صادرات قاربت المليار دولار هذه السنة تتضاعف جوان المقبل بعد بلوغ مشروع التوسعة لنسب متقدمة في الإنجاز، سيسهم في إنتاج مليوني طن في السنة من مسطحات الصلب تستجيب لمتطلبات السوق المحلية والخارجية. توصيال الجزائر تواصل في عمليات الإنتاج والتصدير فيما سيعطي تموين المصنع بخامات حديد جارج بيلات دفعاً آخر يدر بعائدات هامة للاقتصاد الوطني. وللدفع بعجلة الإنتاج والرفع من وتيرة التصنيع، يعمل المختصون في شركتي فيروفيال وسيتال بعنبة المختصتين في صناعة عربات القطار والترامواي ولوازم السكك الحديدية على تطوير مجال الشراكة التقنية مع جمهورية الصين الشعبية في مجال تنفيذ أشغال التركيب والصيانة والتحديث في الجزائر بما يتوافق مع المعايير الدولية، وذلك لتغطية السوق الوطنية بمنتوجات ذات جودة عالية. نور الدين بن عبسة. بفيروفيال عنابة تصنع لوازم ومعدات السكك الحديدية، ورشة بها عمال مهرة يصنعون ما كان يستورد سابقا، وتنفذ أشغال الصيانة والتحديث حسب الطلب. وبهدف تعزيز قطب التميز الحالي، فيروفيال تسعى إلى تطوير شراكة تكنولوجية مع شريك صيني. العربة هي في نسبة اندماج ما بين 60 إلى 70%، تبقى 30% نحن نعمل مع بعض الشركات الأجنبية مما فيها شركات صينية من أجل إدماج هذه 30% الباقية، نحن دائما في مفاوضات حتى نصل إلى النتائج التي ترضي الطرفين وخاصة الطرف الجزائري، وهو نسبة الإدماج وانتقال التكنولوجيا اللي نحرص عليها إلى شركة فيروفيال. اكتساب قدرات صناعية حديثة في مجال السكك الحديدية مرمى سيتال تلبية لاحتياجات مشاريع ترامواي تركيبا وصيانة، فضلا عن إدامة كل معدات المترو وعربات القطارات منها البخارية وفائقة السرعة. شرعنا بمناقشات مع العديد من المختصين التكنولوجيين من بلدان مختلفة بما فيهم الصين في سبيل شراكة تقنية في مجال تنفيذ خدمات التركيب والصيانة. كما تعرفوا راي الصين راهي رائدة في هذا المجال، حيث في ظرف 10 سنوات قامت بتطوير الشبكة تاعها تاع السكة الحديدية عالية السرعة، حيث وصلت من 2740 كيلومتر إلى 40000 كيلومتر مع تضاعف عدد الركاب من 1.5 مليار إلى 3.6 ملايير راكب يوميا. زيادة أسطول الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية بات يفرض إنشاء وتطوير القدرات الصناعية للمعدات بشكل مستدام بالجزائر. كما تشهد الولايات الفتية تجر تحركية صناعية لافتة لا سيما في مجال الصناعات التحويلية الغذائية بعد رفع كل العراقيل على المشاريع الاستثمارية، حيث تساهم إحدى المطاحن العصرية بالمنطقة في تغطية السوق المحلية بمادة الدقيق. التفاصيل مع محمد سنوسي عياض.
بعد رفع كل العراقيل والمناخ الإيجابي للاستثمار، مصنع ومطحنة للسميد والصناعة الغذائية بالولاية الفتية جورت، مشروع استثماري يواكب آخر تكنولوجيا الإنتاج الحديثة للرفع من المردودية والجودة. مجمع الحمد لله موفر لنا كل اللوازم والإمكانيات، مسؤول على الفارينة وعلى الخالة، ومسؤول الخط هو اللي وسموه. أما المجمع ضم شريحة كبيرة من العمال والحمد لله. لا بأس، ما أخذنا عليها العمال المتابعين ومن اسمه متواصلين بالعمل. بيد عاملة محلية مؤهلة يوظف هذا المصنع أزيد من 100 شاب من الولاية، يساهمون في تطوير وزيادة إنتاجية المصنع، وسعي دائم نحو تغطية الاحتياجات التموينية للولايات الجنوبية من المواد الغذائية. الحمد لله راهي في تقدم مستمر، خاصة على مستوى ولاية تجرت الولاية الفتية الجديدة، ما زالت بعض الأمور هنالك تنظيمية على مستوى الإدارة، ولاية جديدة الحمد لله مع الوقت سوف إن شاء الله تكون فيه تقدم إن شاء الله ملحوظ. عزيمة فتجسيد فنجاح يرتكز على مناخ استثماري مشجع للمشاريع الخالقة للثروة، وأبواب مفتوحة للاكتفاء والتوجه نحو أسواق خارجية تكون إضافة للاقتصاد الوطني. وتحسينا للطابع العبراني وتوفيرا لفضاءات الراحة للمواطنين، تشهد ولاية أدرار عملية واسعة للتهيئة الحضرية مع انطلاق مشاريع تهيئة الساحات العمومية والطرقات. يقول محمد أمين بوتومي. لاستعادة وجه أدرار البهي تتواصل مشاريع التهيئة الحضرية بالمدينة. من بين المشاريع التي يركز عليها هي هذه الساحة العمومية التي شهدت الإهمال لسنوات طويلة، حيث ستهيأ لتصبح فضاء عائليا يجمع كذلك بين عدة أنشطة. المهم على سبي عنصر جيب كل شيء، فاهم مشاكل كل شيء، بصح كالطريقة إن شاء الله بربي إن شاء الله تعطي مؤثر إن شاء الله مليح للمجتمع إن شاء الله. بعد الأمور كما هذه نتاع المشكل نتاع الساحة هذه، حاجة كما هذه مليحة، أماكن تاع الترفيه ما كانش هو الملون يترفه، سما كما كيعاودوا لها التهيئة اسمها حاجة مليحة. 3 هكتارات هي المساحة الإجمالية لهذه الساحة العمومية التي تقع بحي تليلان والتي انتظرها السكان طويلا. في إطار البرامج التنموية تم يعني قطع شوط كبير على مستوى تراب الولاية من شبكات يعني حيوية كالمياه الصالحة للشرب، الصرف الصحي، طرقات إلى غير ذلك، وكذلك على المشاريع الخاصة يعني اللي عندها علاقة يعني بحياة المواطن وبحياة الشباب، كمثلا الملاعب الجوارية أو الساحات. الساحات تقريبا هذه عندنا أكثر من 70 ساحة على مستوى تراب الولاية. سيعاد الاعتبار كذلك بولاية أدرار للمحاور الدورانية، نظافة الشوارع والإنارة العمومية، كما ينتظر أن تنطلق حملة تشجير كبيرة بالمنطقة. أعلنت وزارة التربية الوطنية أن تاريخ استئناف العمل لسنة الدراسية 2023-2024 حدد لجميع المناطق كالآتي: بالنسبة للموظفين الإداريين سيكون يوم الأحد 27 أوت الجاري صباحا، أما بالنسبة لموظفي التعليم الأساتذة فسيكون يوم 3 سبتمبر القادم صباحا. في الذاكرة الجماعية يعد محمد بن عبد الكريم الزموري الجزائري أحد أعلام الجزائر ومفكريها البارزين، وهو الذي كتب وألف أكثر من 70 كتابا في التاريخ والأدب والدين. مسيرة فكرية حافلة للراحل كانت في صلب ندوة فكرية نظمت بولاية برج بوعريريج بحضور أساتذة باحثين سلطوا الضوء على حياة وأثار هذا العلامة. رياض بن مهدي. الندوة الفكرية التي نظمتها جمعية شامة الثقافية أعادت بمحاورها المختلفة العلامة الراحل بن عبد الكريم الجزائري إلى مسقط رأسه برج زمورة. حاولنا من خلال هذه الندوة تطرق إلى عدة محاور، وهذه المحاور نابعة من الجهود والمستويات التي كان يعمل فيها العلامة. المحور الأول يتعلق بسيرته الذاتية وحياته الفكرية، المحور الثاني باحثا ومحققا، المحور الثالث أديبا وشاعرا، المحور الرابع ترجمته وتفسيره للقرآن الكريم، والمحور الأخير هو إنتاجه الفكري والفلسفي.
دكاترة وباحثون تطرقوا إلى جوانب مختلفة من حياة العلامة العصامي وأثاره العلمية التي فاقت 60 مؤلفاً والعديد من التحقيقات. هو باحث ومفكر وناقد ومحقق، لم يلقى الاهتمام الكافي خاصة في الجانب الأكاديمي. له جهود في التحقيق، كان من السباقين لولوج هذا الفن بعد الاستقلال، ربما أكثر من 17 أو حوالي 17 كتاب قام بتحقيقه، المؤلفات نتاعو ربما حوالي 60 مطبوعا. وضع مسيرون لهذه الجمعية واللجنة العلمية وضعوا هدف كبير، وهو كيف أننا نمنح الفرصة للشباب وللطلبة أنهم يحظوا حذو هذا العلامة الذي وصل بجهده وبعصاميته وصل إلى المستوى العالمي من الكتابة والتحقيق والتأليف والترجمة إلى آخره. هذه الرسالة الأولى اللي حابين نمدها للشبيبة وللطلبة خاصة. محمد بن عبد الكريم الزموري الجزائري يعد من أبرز أعلام الثقافة والمعرفة المعاصرين الذين وجب التعريف بهم وجمع آثارهم وإتاحتها للباحثين والدارسين. والموضوع كان لرياض بن مهدي بقراءة عواطف عيشاوي. في خبر آخر، وفي إطار مكافحة الجريمة المنظمة، تمكنت فرقة الأمن والتحري للدرك الوطني بحمادي عبر إقليم اختصاص المجموعة الإقليمية للدرك الوطني ببومرداس من حجز 1138 كبسولة من نوع بريغا باليد ب 300 ملغرام وكمية من المؤثرات العقلية. تم تشكيل دورية والتنقل إلى الحي الذي يقطن به المشتبه فيه، وتم نصب كمين وتوقيفه. أثناء التحقيق مع الموقوف تبين أن الأمر يتعلق بشبكة إجرامية تقوم بترويج للمؤثرات العقلية ببلدية أولاد الدج، أين تم تحديد هوية المشتبه فيه الثاني وتوقيفه واقتياده نحو الفرقة لمواصلة التحقيق. أسفرت العملية عن حجز 1138 كبسولة لدواء نوع بريغابالين 300 ملغرام، مبلغ مالي قدره 2100 دينار جزائري. تم تقديم الموقوفين أمام الجهات القضائية. كما تمكنت فرقة البحث والتدخل للمصلحة الولائية للشرطة القضائية لأمن ولاية أدرار الأسبوع الماضي من توقيف شخص ينشط ضمن شبكة إجرامية منظمة كانت بصدد تهريب كمية من المؤثرات العقلية مستغلة مسكنا خاصا لتخزينها. وبعد تفتيش المسكن تم حجز أزيد من 10,000 كبسولة من نوع بريغابالين ذات منشأ أجنبي. التحريات في القضية متواصلة لتوقيف مشتبه فيه آخر من عناصر الشبكة الإجرامية بعد تحديد هويته، وقد تم تقديم المشتبه فيه الموقوف أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة أدرار. دوليا، وفي جديد ملف الصحراء الغربية، طالب الاتحاد العام للعمال البرازيليين في مؤتمره بإنهاء الاحتلال المغربي وإجراء استفتاء لتقرير مصير الشعب الصحراوي. هذا ونظمت تمثيلية جبهة البوليزاريو بمنطقة غاليثيا بإسبانيا بالتعاون مع حركة التضامن الإسبانية نظمت تظاهرة تضامنية مع كفاح الشعب الصحراوي العادل من أجل الحرية والاستقلال. فوزية والتفاصيل. في الوقت الذي يكافح فيه الشعب الصحراوي ضد التعسف والتعنت والظلم من الاحتلال المغربي في الأراضي المحتلة، تعلن وتتظاهر العديد من الهيئات الحكومية والمنظمات الدولية وفعاليات المجتمع المدني مساندتها وتضامنها الغير مشروط مع قضية الشعب الصحراوي في تحقيق الحرية واسترجاع أراضيه المغتصبة. الاتحاد العام للعمال البرازيليين في بيان له في اختتام مؤتمره أكد تضامنه المطلق مع هذه القضية العادلة، ودعا الأمم المتحدة ومجلس الأمن إلى التدخل لحل النزاع وتطبيق قراراته وإجراء استفتاء عادل وحر ونزيه. كما نددت المنظمة بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة.
وفي مقاطعة غاليسيا الإسبانية، وبحضور قوي للأحزاب السياسية ومجموعات برلمانية في مظاهرات أعربوا فيها عن دعمهم الكبير للقضية ومطالب الشعب الصحراوي الشرعية في تقرير مصيره. نحن هنا لدعم الشعب الصحراوي في مطالبه وبإجراء استفتاء فوري لتقرير مصيره، ونحن على يقين تام أنه سيكون مستقبلا حرا وداعما للسلام باستمرار. غاليسيا دائما كانت داعمة لقضيتنا من خلال المساعدات الإنسانية التي تساهم فيها بأكبر قدر في برنامج 17 مجتمعا في إسبانيا، فشكرا لغاليسيا ومجالسها. مساندة جاءت والشعب الصحراوي يحتفل بمرور نصف قرن من النضال واستئناف الكفاح المسلح لنيل الحرية. في الأراضي الفلسطينية المحتلة، اعتقلت قوة الاحتلال الصهيونية اليوم 21 فلسطينيا من الضفة الغربية والقدس، وتشهد عدة مناطق بالضفة الغربية والقدس المحتلتين حصارا وإجراءات عسكرية مشددة وحملة اعتقالات واسعة، حيث حملت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية الكيان الصهيوني نتائج التصعيد وتداعياته الخطيرة، مطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته. في ختام نشرتنا نعود إلى جنوبنا الكبير لنستكشف يوميات الرجل الأزرق من مربي الإبل بتيمياوين بولاية برج باجي مختار، بين حل وترحال بحثا عن مواطن الماء وأيضا الماء والعشب والكلاء. تقول من العرج: هي مشاهد من ضواحي تيمياوين الصحراوية بولاية برج باجي مختار أقصى الجنوب الجزائري، إقليم طبيعي خاص ومختلف تماماً عما هو مألوف. حياة بسيطة هنا ونمط معيشي متوارث عن الأجداد الذين اعتمدوا فيه بالأساس على تربية الإبل. نعاوى الصباح نصلوا نطلقوا الحيران هذا والغنم ونحلبوا، ويطلع النهار نقيسوا الحاسون نسقون ووردوا شايين. هذه فاونو مات نزقنت ناجيل جاد قلونت قلونت ضنت 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 هار جهط هدونت آلة سنة غزجنة رجودو خلاص وحتى الأبقار الإفريقية لقيت تربيتها اهتماما من طرف الموالين. ورولي هنت تليت أنا من 10 كيلو وهبط حتى الخمسة مرة ليت رن هار سموس هار سموس تاني جيلال خلاص إيرقوين أغاتل أنت والغني. علاقة تشبث وانتماء بين الإنسان هنا والأرض هو ما تعكسه النقوش والرسومات الصخرية المنتشرة في جبال أهابيب الساحرة والتابعة للحضيرة الثقافية الأهاجار. تمتاز منطقة تيمياوين بتربية المواشي بالدرجة الأولى، وسياحيا تمتاز أيضا منطقة تيمياوين بمنطقة منطقة سياحية بامتياز هي منطقة إهباب التي تعد سلسلة تابعة إلى حضيرة الأهاجار، تعتبر متنفس لجميع العائلات هنا في بلدية تيمياوين. كذلك فيها رسومات تاريخية تدل على عراقة هذه المنطقة. مواطن الكلاء عنصر أساسي لاستمرار عيش هؤلاء في هذا المكان الساحر، لكن هناك ما هو أقوى من ذلك وهو الانتماء. نشرتنا بذا تمت، وكانت هذه العناوين: ضمن مقاربة شاملة لتحقيق الإقلاع الاقتصادي، وقفنا اليوم في النشرة عند مشاريع استراتيجية خلاقة للثروة، توسيال الجزائر بوهران للحديد والصلب، وفيروفيال وسيتال بعنابة الموجهتين لصناعة القاطرات. تابعنا أيضا مشاريع التهيئة الحضرية بولاية أدرار، تحسين للواجهات العمرانية وتنويع لفضاءات الراحة لفائدة المواطن.
ومن أقصى الجنوب الغربي للبلاد استكشفنا يوميات الرجل الأزرق بتيمياوين بولاية برج باجي مختار بين حل وترحال. شكرا على كرم المتابعة والوفاء، أطيب المنى، السلام عليكم.